مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، انطلقت اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 بالعاصمة الصينية بكين أشغال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الإفريقي الصيني بحضور وزراء الدول الإفريقية من بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج السيد ناصر بوريطة. وفي هذا السياق أعلنت بشكل رسمي الحكومة الصينية أنها رفضت مشاركة جبهة البوليساريو في الاجتماع الوزاري الذي يتم من خلاله التحضير للقمة الإفريقية الصينية الرابعة التي ستعقد يومي 5 و 6 من شهر سبتمبر الجاري تحت شعار بناء مستقبل مشترك لإفريقيا والصين. هذا ويذكر أن الصين سبق ورفضت في سبتمبر من عام 2018 حضور جبهة البوليساريو إلى منتدى الشراكة مع إفريقيا رغم الضغوط التي مارستها الجزائر وجنوب إفريقيا. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.